تكلم عن دائما المسارات والمراحل تكلم عن اهلنا اللي بيبحثوا دائما عن الكلام وعن التفاصيل الايواء والمعيشه بالنسبه لهم هم ولماشيتهم نقف الان خلال هذا التقرير عند هن دار حمر نتابع ومن ثم نعود للمواصله ما تبقى من صباح الشروق تتشكل ولايه شمال كردفان من مجموعه من القبائل التي تكون نسيجها الاجتماعي منها قبائل مستقرة وأخرى متنقلة بحثاً على الماء والكلى لثروة حيوانية طائلة. فهي تضم قبائل الحمر في غربها والبدرية والشبيحات والشنابلة في جزئها الجنوبي. دار حامد والمجانين في وسطها وقبائل الجوامع تحرس البوابة الشرقية للولاية. أما القبائل الرعوية فهي تتربع على مساحة واسعة من إقليم الصحراء وشبه الصحراء في شمال الولاية. تربي الإبل بصورة أساسية بالإضافة إلى الضأن الصحراوي والأغنام وهي قبائل الكبابيش والهواوير والجبال البحرية والكوهلة قبائل دار حمر تعد من أكبر القبائل في كردفان تضم أربع محليات هي النهود أبو زبد غبيش وودبندا تمتد سهولها خضراء في فصل الخريف وتتجمع قبائلها المتنقله في باديه المجرور بمحليه غبيش حيث تقام الاحتفالات بالمناسبات الاجتماعيه لا سيما الاعراس وتتناثر البيوت والهوادج في مظهر جمالي اخاذ تحفها الخضره من كل جانب قبائل در حمر وبحسب اهلها ينتمي نسبها الى سيدنا الحسين بن علي بن ابي طالب وتنقسم الى فرعين كبيرين هما العساكر والدجاجيم ومنها تتفرع شجره القبيله التي تضم عشرات القبائل المتفرعه ولأمير القبيله مكانه خاصه عند الحمري فهو رأس الحكم في القبيله يعاونه الشراتي وهم في مستوى العمد في القبائل الاخرى ولدى زيارته لاي فرع من القبيله يستقبل بالحفاوه والترحاب ويوقف كل شيء في تلك اللحظه للاستماع الى الامير ولان امير قبائل دار حمر هو امير امراء القبائل في السودان فهو محل حفاوه اينما حل هذا البيت عند العرب الرحل هو المسكن الاساسي يسمى بيت الشجاج ولعل التسميه جاءت من كونه يبنى من الشقق التي تنسج من الصوف والوبر وتزين هذه البيوت بكل انواع الزينه التي تصنع من الصدف والخرز والجلود الملونه وريش النعام وهي لوحدها تمثل معرضا تشكيليا متنقلا في رحله النشوق والدمر هذه اللوحه الجماليه التي تشكلها مجموعه الهوادج تمثل واحده من مظاهر عروبه هذه القبيله الواحده منها تسمى الجحفه وهي تنصب على ظهر الجمل الرزين المؤدب والمدرب على السير بها في هدوء اكراما للمراه البدويه وحفظا لها من اي مؤثر خارجي تسير تحت حراسه فرسان القبيله في رحله النشوق الامره <سؤال> واه عدل <سؤال> عزا دنا لاجنيزه الامره <سؤال> واه الحيز ظلم لاجنيزه الامره الحيز ظلم لاجنيزه هنا في باديه دار حمر الابل تمثل كل شيء بالنسبه للعرب الرحل من لبنها غذاءهم ومن وبرها بيوتهم ومساكنهم وهي التي قامت في سبيلها حروب وخصومات كما انها بذات القدر مصدر سعادتهم وفرحهم وفال خيرهم لحياتهم اليوميه تستحبذ على مفردات الاغاني لديهم وساعيها يوصف دائما بالشجاعه الفطريه والكرم رغم اتساع الرقعه الجغرافيه التي تسكنها هذه القبيله الا انها ما زالت تعيش في ترابط تام وامتثال لامره زعيم القبيله